السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا في اللقاء الحي الثامن. نبدأ على بركة الله اليوم. هل الصوت يصلكم واضح؟ هل الصوت يصلكم واضح؟ نبدأ على بركة الله يعني فيما يتعلق ب يعني العرض المرئي الثاني عشر، ويحكي هنا على هذا يعني ايش ما في معروف، يعني هم لازم ايش يعني يكونوا حاضرين معنا. الاخت سبق يعني ما ليس بالضرورة انه يعني هي على أساس أنها تفاعلية، ليس بالضرورة أنه يعني معروفة الأجوبة. دقيقة واحدة فقط يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نبدأ على بركة الله يعني الموضوع يعني العرض المرئي الثامن عشر، وهو يتعلق بكفاءة الأسواق المالية. في البداية أول شيء يعني كلمة الكفاءة، ماذا تعني في البداية؟ ماذا تعني في البداية كلمة الكفاءة؟ الكفاءة يعني هذا المصطلح يسعى، انتبهوا جيدا، يسعى يعني هيئة الأسواق المالية، يعني لما نحكي على هيئة الأسواق المالية السعودية، تسعى إلى رفع مستوى الكفاءة. ماذا يقصد برفع مستوى الكفاءة؟ نحن اسمعوني جيدا، نحن البشر نتغذى بماذا؟ نتغذى بالأكل. نتغذى بالأكل. يعني مع الأسف إذا كان ما نأكل ما نقدر نصمد. والأسواق المالية بماذا تتغذى؟ الأسواق المالية تتغذى بالمعلومات. فكلما كانت هذه المعلومات دقيقة، وكانت هذه المعلومات ليس بشائعات، وكانت هذه المعلومات بالفعل تحتوي على يعني في محتوى، كلما كانت الأسواق المالية يعني كفأة. وكلما كانت المعلومات شحيحة والمعلومات فيها مغالطة أو المعلومات يعني منقوصة أو المعلومات أنها يعني تأتي متأخرة، فهذا كله بالطبع لا يخدم الكفاءة. يعني عرفنا الآن لما نقول الكفاءة، مثل ما ذكرنا الكفاءة تعني أن الأسواق المالية تتغذى بالمعلومات، فكلما كانت المعلومات دقيقة كلما كان دقيقة تأتي في وقتها غير متأخرة غير متحيزة، يعني كلما طبعا كان لها الأثر يعني الإيجابي على الأسواق المالية. طيب الآن لما يتعلق الأمر ب يعني هذه الكفاءة، أول شيء الكفاءة تعني توفر المعلومات بأقل تكاليف. يعني لما نيجي على السوق المالية السعودية ماذا نلاحظ؟ أنه الآن يكفي أن تكون متوفر لديك الإنترنت، الإنترنت موجودة في بيتك، تستطيع أن تدخل على موقع أرقام، تدخل على السعودية مباشر، على موقع تداول، على يعني الصحف مثل يعني جريدة الاقتصادية وغيرها، وكلها بإمكاننا أن نحصل على المعلومات مجانيا، يعني بتكلفة زهيدة جدا، ألا وهي تكلفة يعني الإنترنت. طيب كذلك ماذا تعني الكفاءة الأسواق المالية؟ كفاءة الأسواق المالية تعني أن هناك، بالله الله يبارك فيكم،
يعني اذا كان تشات سوف يصبح فيما بينكم انا حخلق تشات، اذا كان تشات سوف يكون بين الطلاب انا بخلق، لانه مزعج يعني. يعني التشات هو بيني وبينكم فقط لطرح الاسئله كذا، اما اذا كان يتحول عدم تركيز الى المحاضره وتصبح يعني بهذه الطريقه شكر وتقدير وواحد بيسال والثاني يرد عليه وفي لا، ليس بطريقه هذه تدار المحاضره. رجاء خلينا مركزين في اشياء تهمنا. يعني لما نحكي على العلاقه الماليه دائما نحن نحكي على التنوع، والتنوع هذا يقصد بذلك في ماذا؟ في الاوراق الماليه، على اساس في السوق الماليه السعوديه ماذا يوجد؟ يوجد يعني اذنة خزينه، وتوجد اوراق تجاريه، وتوجد يعني ودائع، يعني كل ما يتعلق بماذا؟ بالسوق النقدي. كما يوجد كذلك اوراق ماليه، هذه الاوراق الماليه في سوق الاسمال يقصد بذلك يعني الاسهم العاديه والممتازه والسندات والصكوك، يعني كل هذه الاشياء متوفره في السوق المالي يعني السعودي. شيء اخر يعني من المفترض ان تكون هناك منافسه، والمنافسه ماذا تقتضي؟ هذه المنافسة تقتضي أن هناك يعني عدم احتكار للأسهم من جهة من الجهات أو طرف من الأطراف، أو عدم تكتل مجموعة من الأشخاص يحتكرون هذه الأسهم. هذه كلها تدخل ضمن يعني ضمن كفاءة الأسواق المالية. طيب على كذلك ترتبط كذلك يعني كفاءة الأسواق المالية بقلة التقلبات في الأسعار. يعني نحن نريد أن نشاهد يعني سوق مالي يبني ولا يعني يهدم، نحن نريد أن نرى سوق مالي يتفاعل بناء على المعلومات وليس بناء على الإشاعات أو بناء على معلومات مسربة تكون هذه المعلومات صحيحة أو لا أو غير صحيحة. يعني ولهذا السبب هيئة سوق المال يعني حريصة كل الحرص أنه ألزمت جميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية أنه لديهم حساب مباشر في التداول، واي معلومه تخص الشركات فمن المفترض ان هذا يعني هذه المعلومات هي بابليك يعني للعموم، ومن المفترض ان يتم كذلك الاعلان عن هذه المعلومات يعني في حينها وبدون اي تاخير. وبالتالي ماذا يعني ننتظر؟ عندما يكون المعلومات متوفره، عندما يكون هناك تنوع في الاوراق يعني الماليه، عندما يكون هناك منافسه في هذا السوق، عندما يكون هناك يعني تقلبات ضعيفة في الأسعار، ماذا ننتظر الآن؟ ننتظر أنه يعني هنا نعرف مصطلح الكفاءة ما هو؟ هو سرعة استجابة ماذا؟ يعني الأسعار بطريقة غير متحيزة. يعني إيش بطريقة غير متحيزة؟ نحن نريد لا نضخم يعني الخبر، ولا نريد أن نخفض من قيمة أو نقلل من قيمة الخبر. يعني يتعلق الأمر بالكفاءة، ونحن قلنا قبل قليل يعني الأسواق المالية تتغذى بالمعلومات. كانت معلومة جيدة لما المعلومة سوف تنعكس يعني إيجابيا في الأسعار، وبالتالي الأسعار سوف ترتفع. وإن كانت المعلومة يعني رديئة، من المفترض أنها كذلك تنعكس على الأسعار السائدة وتنخفض. ماذا يقصد بدون تحيز؟ المقصود بدون تحيز أنه يعني لو هذا الخبر كان جيد على شركة سابك، وسابك حاليا سعرها ب90 ريال، من المفترض أن تتحول قيمتها من 90 ريال إلى 92 ريال بزيادة ريالين فقط. ونحن لا نريد أن يحدث هذا في السوق، أنه عندما يأتي الخبر يعني ترتفع إلى 92، ثم بعد ذلك تقفز إلى 93، ثم إلى 94، أي إلى 94. لما نسأل ونقول يعني في البداية قفزت إلى 92 عرفنا ليش، ولكن بعد ما مرت نص ساعة تحولت إلى 93، نص ساعة أخرى تحولت إلى 94، فسألنا السؤال هل هناك معلومات أخرى إيجابية وردت على السابق؟ لا والله مع الأسف ليس هناك معلومات أخرى، ولكن نحن ما زلنا يعني نحلل في المعلومة التي صدرت في الساعة 10 صباحا، ونحن الآن متى التوقيف؟ قال الله الحين الساعة 1 يعني بعد الظهر. ثم بعد ذلك نكتشف ماذا؟ نكتشف أننا بلغنا في الأسعار وبلغنا في ارتفاع سابق. يلا نرجع إلى رشدنا ونرجع إلى مستوى 92. بالطبع هذا يعني لا يخدم الكفاءة
الكفاءة ماذا تعني؟ أنه بمجرد أن ترد معلومة على الأسواق المالية فإنها ينتظرها عدد كبير من المحللين الذين يقيمون قيمتها الاقتصادية أو العادلة أو الحقيقية الجديدة. وبالتالي يعني لما ترتفع أو تنخفض فهي ترتفع أو تنخفض مرة واحدة ويعني تستقر عندها بعد ذلك. يلا انتبهوا جيدا من هذا السؤال. بالمناسبة أنا يعني وضعت لكم تكليف معي ينتهي بكرة ويبدأ بالأحرى الليل الساعة 12 بالليل وينتهي مساء يوم الثلاثاء. يعني هو تكليف في 5 أسئلة فقط. حاولوا انكم ايش يعني تطلعوا عليها. متفقين؟ Very good. طيب لو قلت لكم هذا السؤال ارتبط كفاءة السوق المالية مباشرة بي. المقترح الأول نشاط السوق، المقترح الثاني الأسعار السائدة، المقترح الثالث حجم التداول، والمقترح الرابع قيمة التداول. ماذا تكون الإجابة؟ بعيد عليكم من جديد. يلا انتبهوا جيدا. ترتبط كفاءة السوق المالية مباشرة ب نشاط السوق، الأسعار السائدة، حجم التداول أو قيمة التداول. ماذا تكون الإجابة الصحيحة؟ ممتاز الأخ داليا. نعم بالأسعار السائدة ليس بنشاط السوق، ديروا بالكم. يعني لما يكون السوق نشط وفيه يعني فقط يعني بيع وشراء قد يكون هناك مضاربات ومقامرات. يعني أنا قبل قليل كنت حكيت لكم على سابق، وكنت حكيت لكم على ماذا؟ أنه يعني كيف المفترض السعر ب 90 ريال يقفز إلى 92 ريال ويستقر عند 92 ريال، ولكن قد نشاهد في بعض الفترات أنه يرتفع له إلى 94 ريال، ثم بعد ذلك نكتشف أننا بالغنا في هذا الارتفاع، نرجع إلى رشدنا ونقوم بتخفيض سعر السهم إلى 92 ريال. يعني بالطبع هذا كله مضاربات ونشاط للسوق، ولكن هل له علاقة بالكفاءة؟ ليس له علاقة بالكفاءة. ديروا بالكم يعني من هذه الأشياء، ويعني نجي الآن بعد ذلك إلى يعني السؤال الموالي انتبهوا إليه كذلك. لما نأتي إلى هذا السوق ترتبط كفاءة السوق مباشرة، اسمعوني جيدا الحصول على ارباح، ترتبط كفاءة يعني كفاءة السوق تعني الحصول على ارباح استثنائية، عدد المضاربين اكثر من عدد المضمرين، التغلب على اداء السوق بصفة يعني مستمرة. من الصعب التغلب على السوق بصفة مستمرة. بعد عليكم السؤال، كفاءة السوق تعني الحصول على أرباح استثنائية، عدد المضاربين أكثر من عدد المستثمرين، التغلب على أداء السوق بصفة مستمرة، أو من الصعب التغلب على يعني السوق بصفة مستمرة. إيش رأيكم؟ يعني الأخ داليا يعني كانت في الموعد معي وقالت ماذا من يعني الصعب أننا معي شباب من الصعب أنه نتغلب على هذا. ماذا تعني الكفاءة؟ انتبهوا جيدا، أنا يعني بشرح لكم هذه الأشياء.
كتاب وجيد. لكن قبل ذلك يعني قبل ذلك انا برجع الى الاميره الاخت اميره. حاول يرتبط بالكفاءه لا يرتبط يعني الاخت اميره لماذا حجم التداول ليس بالاجابه الصحيحه؟ لانه المرادف لي يعني لنشاط السوق هو حجم التداول. لا حجم التداول ولا نشاط السوق له علاقة بالكفاءة، وإنما الكفاءة له علاقة بالأسعار السائدة. هل الأسعار السائدة تعكس أم لا؟ يعني المعلومات المتوفرة في السوق. طيب نأتي الآن إلى لماذا سألتكم هذه الأسئلة؟ ديروا بالكم لأن هذه الأسئلة موجودة عندكم في العروض المرئية، وأنا متأكد من ماذا؟ ليست موجودة يعني أمامكم في الملخصات التي أنتم تعتمدونها. أنا لن أطرح عليكم ولا أي سؤال إلا إذا كان موجود في العرض المرئي. انتبهوا جيدا إلى الأسئلة اللي أعطيكم إياهم لكي يعني لا قدر الله يعني ما يعني تكون الأمور واضحة. السؤال الذي سألته قليل ترتبط كفاءة الأسواق يعني كفاءة السوق المالي تعني الحصول على أرباح استثنائية. يعني إيش يعني الأرباح الاستثنائية؟ أنا كيف لي أن أحصل على أرباح استثنائية إلا إذا كانت لدي معلومات؟ هل هذه المعلومات والله إذا كان لدي معلومات داخلية وليست موجودة عند الآخرين؟ طيب أنا لو أكون من الأشخاص المقربين إلى المكتب المحاسبي مقربين من متخذي القرار، وأنني يعني من فترة إلى أخرى أستفيد من هذه المعلومات، ويعني إما أنني أستبق الآخرين في عملية الشراء أو أنني أستبق الآخرون في عملية البيع، هل هذا يعني كفاءة؟ لا، هذا ليس بكفاءة، هذا ضد الكفاءة لو يحصل هذه الأشياء. لو نقول كفاءة السوق يعني إيش علاقتها بعدد المضاربين وأكثر من عدد المستثمرين؟ ليس له أي علاقة. يعني وإنما نحن نحتاج في الأسواق المالية إلى مضاربون وإلى مستثمرون على حد السواء، ليس له علاقة بالعدد. لما نقول التغلب على أداء السوق بصفة مستمرة، يعني تخيل أنا دائما بيجي كشركة وساطة، أنا دائما بيجي الأول، يعني وأرباحي هي يعني أنا المتميز. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنني بحتكر، أي نعم، يعني بحتكر المعلومة، أنني تصلني المعلومة قبل الآخرين. ولهذا السبب يعني عندما يتعلق الأمر بكفاءة الأسواق المالية فمن المفترض من الصعب أنك يعني تحقق أرباح يعني استثنائية بطريقة ماذا؟ مستمرة. يعني حتى إذا كان جاءت أرباح استثنائية فأعلم أنها يعني ظرفية، واعلم انها اتت يعني الحظ وليس يعني شيء اخر. ننتقل بعد ذلك، خلاص احنا تقريبا يعني حكينا على يعني على كيف يجب ان يكون السوق، يعني يجب ان يعكس الاسعار السائده، يجب ان يكون يعني تعكس المعلومات بطريقه غير يعني متحيزه. يعني كما أقول انتبهوا جيدا كفاءة الأسواق المالية تعني أن تقترب الأسعار الحالية من قيمتها الدفترية، من قيمتها الاقتصادية، من قيمتها الإسمية، وليس لها علاقة. ما رأيكم؟ ايش رايكم؟ من اي قيمه؟ اي نعم، من قيمه، ديروا بالكم من قيمتها الاقتصاديه او تسمى كذلك قيمه الحقيقيه او قيمتها العادله. معي؟ يعني هذا ماذا تعني الكفاءه؟ ان تكون الاسعار السائده قريبه جدا لماذا؟ من يعني قيمتها الاقتصاديه. ترقود. أعطيكم
سؤال آخر انتبهوا جيدا ونخلص يعني بهذا السؤال. لما نقول تتطلب كفاءة السوق المالية تنوع في الأوراق المالية، تنوع في الأوراق المالية، انتبهوا جيدا، هل يقصد بذلك أن لا يقل عدد قطاعات السوق المالية عن 5 قطاعات؟ أو يقصد بذلك أن كل شركة تقوم بإصدار أكثر من ورقة مالية، ويقصد بذلك أنها تقوم بإصدار أوراق تجارية ويعني بأسهم وسندات؟ المطرح الثالث، أنه يوجد أكثر من بديل وسهولة الانتقال من ورقة مالية إلى أخرى. الإجابة الرابعة والمقترح الأخير، أن تكلفة إصدار الأوراق المالية تقريبا صفرية. بعيد عليكم السؤال، تتطلب كفاءة الأسواق المالية تنوع الأوراق المالية ويقصد بها لا يقل عدد القطاعات 5، أن لكل شركة بإمكانها أن تقوم بإصدار أوراق تجارية ويعني سندات وأسهم، أنه يوجد أكثر من بديل وسهولة الانتقال من ورقة مالية إلى أخرى، والمقترح الرابع والأخير يعني أنه تكلفة إصدار الأوراق المالية هي تقريبا صفرية. بس ديروا بالك، هي الإجابة يعني ما شاء الله عليكم، يعني الإجابة الثالثة هي الإجابة يعني الصحيحة، ونحذر منها أنه يوجد أكثر من وسهولة الانتقال من ورقة مالية إلى أخرى. هذا ماذا يقصد بتنوع في الأوراق المالية؟ ننتقل بعد ذلك إلى أنواع يعني المحاضرة 19، انتبهوا جيدا، عرض المرئي 19. يعني الآن نأتي إلى مستويات الكفاءة، انتبهوا جيدا، يعني هنا سؤال بسيط جدا، أي ما فيش يعني يعني صعوبة. نحن قبل قليل قلنا أن الأسواق المالية تتغذى بماذا؟ ما الفرق بين نحن قبل قليل لما قلنا الفرق بين الباء وجاء، يعني نحن قبل قليل ماذا قلنا؟ يعني إنه بإمكان الشركة أن تصدر أوراق تجارية وسندات وصكوك وأسهم، ولكن يعني مفهوم الكفاءة هو أعمق من إصدارات التي تقوم بها يعني شركة. يعني كأننا الآن ما ذكرنا الإصدارات التي يمكن أن تقوم بها البنوك، ما ذكرنا الإصدارات التي يقوم بها من؟ التي تقوم بها الحكومة، وإنما ذكرنا فقط الإصدارات التي تقوم بها الشركات. هذا بالطبع لا ينفع، واضح إن شاء الله؟ واضح لماذا؟ ماذا تعني يعني كلمة التنوع؟ ممتاز، يلا ننتقل إلى بعد ذلك. نحن قبل قليل قلنا يعني الأسواق المالية تتغذى بالمعلومات، ولكن هذه المعلومات هي على يعني 3 درجات، انتبهوا جيدا. يعني هناك معلومة شحيحة، يعني هي صحيحة ولكن إيش شحيحة؟ كيف ذلك؟ المعلومة هي فقط يعني تتركز على يعني الأسعار التاريخية للأسهم. طيب احنا كلنا ماذا نريد من سوق الأسهم؟ ماذا نريد من أسواق رأس المال؟ قال أنا أريد أنني أتوقع لها، أريد أن أتوقع لها، وعلى حسب أنا أتخذ القرار إما الشراء أو أنني يعني أحتفظ أو أنني أبيع. ليش أنا يعني أريد ويعني إما أشتري في الأسهم أو أنني يعني أحتفظ بهذه الأسهم أو أنني أقوم ببيع هذه الأسهم. هناك من يبني توقعاته بناء على ماذا؟ يعني يبني هذه التوقعات بناء على يعني تحليل الرسوم، وهذا ما يسمى، اسمعوني جيدا، وهذا ما يسمى بالتحليل الفني. إيش هذا التحليل الفني؟ التحليل الفني يعني نأخذ الأسعار التاريخية ونضعها على الرسوم
ونحاول قدر المستطاع أننا يعني من خلال هذه الرسوم التي نحصل عليها أننا نتوقع إلى المستقبل. هذا ما يسمى بالبيانات التاريخية، وهذا ما يسمى بالتحليل يعني الفني. معي صورة؟ أي نعم. ما يسمى بالتحليل يعني الفني. ونضيف على ذلك، انتبهوا جيدا، ونضيف على ذلك يعني هنا تعتبر المعلومة ضعيفة. تعتبر إيش المعلومة ضعيفة؟ لهذا السبب نحن أول يعني مستوى من كفاءة الأسواق المالية يسمى بالمستوى الضعيف. واختبار السوق في مستواه الضعيف يكون عن طريق الأرقام التالية، ونحن نستخدم التحليل الفني لنختبر السوق، لكي نختبر السوق معي في ماذا؟ في نوعه يعني الضعيف. في نوعه الضعيف. طيب لما نجي نحكي على النوع يعني ما يسمى بشبه القوي، في شبه ضعيف ولا لا؟ دير بالك لا يوجد نوع شبه ضعيف، وإنما يوجد ضعيف وشبه قوي وقوي. يلا بسألكم سؤال الآن، أنواع الكفاءة ثلاثة، أنواع الكفاءة ثلاثة، أي من الأنواع التالية، أي من الأنواع التالية من الكفاءة لا يوجد؟ المقترح الأول الضعيف، شبه الضعيف، شبه القوي والقوي. ما هو النوع من الضعف؟ أي نعم، ديروا بالكم لا يوجد شيء اسمه شبه ضعيف. دائما نأتي بالسؤال هذا في الاختبارات، لا يوجد شيء اسمه شبه ضعيف. النقطة الأولى. تعال الآن نفهم ماذا يعني شبه قوي. شبه قوي إلى جانب المعلومات التاريخية سوف نضيف عليها المعلومات الحالية. لما أقول لك أن المعلومات الحالية، لما أقول لك أن المعلومات الحالية، اسمعوني جيدا، أقول المعلومات الحالية ماذا يقصد بذلك؟ يقصد بذلك يعني التحليل القوائم المالية للشركة. يعني القوائم المالية خاصة أنتم يعني حاضرين معنا طلاب المحاسبة، يعني تعرف في قائمة الدخل، في قائمة يعني يعني قائمة المركز المالي، قائمة الدخل. وإلى جانب ذلك، إلى جانب هذه القائمة هذا الحصر، حصل كذلك يعني ما يسمى بالتحليل الرأسي والتحليل الأفقي، التحليل عن طريق النسب. نضيف على هذا التحليل، نضيف عليه كذلك تحليل الاقتصاد ككل، نضيف عليه تحليل القطاع. كل هذا الشيء ماذا تسمى؟ هذا يسمى بالتحليل الأساسي fundamental analysis. ونحن نستخدم هذا التحليل، ونحن نستخدم هذا التحليل لاختبار السوق في نوعه شبه القوي. ديروا بالكم الآن لما نقول لكم يتم اختبار السوق في نوعه شبه القوي، ويكون ذلك بالاعتماد على المعلومات التاريخية فقط، بالاعتماد على المعلومات يعني الحالية أو الآنية، أو خلينا نقول يعني المعلومات الآنية فقط، يعني الأول التاريخية، الثانية الحالية، الثالث الحالية والتاريخية، والرابع عن المعلومات الداخلية. إيش رأيكم؟ طبعا المعلومات التاريخية والحالية، متفقين؟ بارد. يعني الاختبار السوق في نوعه شبه القوي في التاريخي، ويوجد به يعني المعلومات المتوفرة حاليا. Very nice. أنا أقول لكم انتبهوا جيدا، استخدام التحليل الأساسي لاختبار السوق المالي هل يكون في نوعه الضعيف، شبه الضعيف، شبه القوي أو القوي؟ ماذا يكون يعني الإجابة؟ Very good. يعني تكون إيش؟ في الشبه القوي. ديروا بالكم تكون في الشبه القوي. ثم بعد ذلك نأتي إلى يعني المصطلح متاع ماذا؟ إلى الرح متاع إيش؟ إلى المصطلح متاع الأخير، وهو النوع القوي. معي؟ النوع القوي. النوع القوي ماله؟ عندما نستخدم يعني فيه جميع المعلومات المتاحة، ولكن بالإضافة إلى ذلك المعلومات الداخلية، ولكن بالإضافة إلى ذلك المعلومات
الداخليه. المعلومات الداخليه منها هذا ما يسمى بظاهره احتكار المعلومات. انتبهوا جيدا اخت ليزا، تنشأ ظاهرة احتكار المعلومات يعني النوع الضعيف شبه الضعيف القوي او القوي بطبع القوي معي بالطبع هو النوع. دير بالك تعزف النوع القوي النوع الرابع ايه النوع الرابع القوي. طيب الان ماذا تعني الكفاءة؟ انتبهوا جيدا ماذا تعني الكفاءة؟ الكفاءة تعني ان هناك انتفاء اسمعوني جيدا انتفاء امكانية تحقيق يعني ارباح استثنائية باستخدام المعلومات التاريخية معي، ويكون ذلك في اختبار السوق هل في نوع الضعيف شبه الضعيف او القوي او القوي. ايش رايكم؟ الاخ دالي يعني احنا ماذا قلنا؟ اي نعم ممتاز الاخت ليزا صحيح. الاخ دالي ماذا قلنا؟ قلنا يعني ظاهرة احتكار المعلومات أين نجدها؟ هل في اختبار السوق في نوع الضعيف شبه الضعيف أو يعني شبه القوي أو القوي؟ فدلنا قلنا ماذا؟ قلنا في نوعه القوي، يعني ظاهرة احتكار المعلومات موجودة في النوع القوي. ماذا يقصد بذلك؟ يعني في الأخير يقصد بذلك أنه يعني شبه استحالة أننا نستطيع أننا نتغلب على السوق. يعني تستعمل يعني معلومات تاريخيه، تستعمل معلومات حاليه، تستعمل معلومات داخليه، يقال حتى لو تستعمل معلومات داخليه انت لا تستطيع ان تتغلب على السوق. لماذا؟ لانه سوف يكتشف امرك، سوف يعني تكون معرض الى عقوبات، وهذه العقوبات سوف تسحب منك كل الارباح التي جنيتها، وسوف تحرم من التداول في السوق المالي، وسوف تحرم كذلك من انك تمسك منصب يعني عضو مجلس اداره. فكفاءة الأسواق تعني دائما انتفاء تحقيق أرباح استثنائية. يعني هذا ماذا يقصد بالكفاءة؟ نعم شفت يعني لماذا قوي؟ لأن المعلومة قوية. هذا ليش؟ لأن المعلومة قوية لا توجد عند الآخرين. يعني هي هذه المعلومة. يعني تخيل أنت نحكي على يعني شركة وقعت عقد مع عميل أجنبي، وهذا العقد يعني قيمته مثلا 50 مليون دولار. هذه المعلومة تعتبر إيش؟ يعني قوية جدا لا يمتلكها الآخرون. وأنت إذا كانك يعني ماذا قد يحصل يعني لما تسرب هذه المعلومة إلى أشخاص مقربون، أشخاص يعني تمتلك نقود، وإيش يسوي؟ يروحوا يجمعون الأسهم الموجودة في السوق، يعني أي شيء معروف في السوق يروحوا يشترونه. وبمجرد أنه ينزل خبر الأسعار ارتفع، يروحوا هم إيش يعني مستفيدين من هذا الارتفاع، وبالطبع بعد ذلك يستطيعون أن يتخارجون من هذا السهم، يعني وينتهي الموضوع. very good. نجي إلى يعني المحاضرة العشرين، وهي تعتمد على ماذا؟ على يعني أنواع المستثمرين. أنواع المستثمرين لا يوجد اختبار إلا وفيه أنواع المستثمرين. لا يوجد اختبار إلا يعني ويكون فيه ماذا؟ يكون به أنواع المستثمرين. دير بالك الآن يستخدم هذا المستثمر يستخدم أدوات التحليل الفني هل يكون مستثمر استراتيجي طويل الأجل، أو مستثمر مضارب، أو مستثمر مضارب محترف، أو هاوي. ديروا بالكم هو المضارب المحترف. ممتاز، يكون المضارب المحترف. سؤال آخر، المستثمر الاستراتيجي طويل الأجل إلى تحقيق جري ورأس مالي في القصير والمتوسط، والذي يستخدم أدوات التحليل الفني،
هو الذي يقدم التمويل الأساسي، هو الذي يملك حصص حاكمة في الشركة. هو الذي يملك حصص حاكمة في الشركة. بنستخدم الاستراتيجي طويل. أعطينا أربع يسعى إلى تحقيق أجل ورأس المال، يسعى إلى البيع والشراء ويملك حصص حاكمة في الشركة. هذه هي أعتقد أن ما عندي مشكلة في الصوت، يعني ما أدري يمكن بعض الطلاب عنده مشكلة في الصوت. ليش بكرر السؤال مرة ثالثة والأخيرة؟ أخت عزة يعني مشكلة ممكن عندك أنت، أنا ما عندي ولا أي علامة تحت الصوت ضعيف. لكي تكونين في الصورة، يعني تأكدي أن المشكلة من عندك، يعني يمكنك الخروج والدخول من جديد. ماذا قلنا؟ المستثمر الاستراتيجي طويل الأجل هو الذي يسعى إلى تحقيق عائد جاري ورأس مالي، والذي يستخدم أدوات التحليل الفني، والذي يستخدم أدوات التحليل الأساسي، أو هو الذي يملك حصص حاكمة في الشركة. الذي يملك حصص حاكمة في الشركة. ممتاز. ننتقل بعد ذلك إلى يعني الأوراق المالية. طبعا لما نقول سوق الأوراق المالية الإسلامية، يعني معروف على أساس أن هناك متاجرة في الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة، والتي يكون يعني نشاط حلال، ولا تتعامل يعني الربا أو تتعامل في يعني يعني خلينا نقول يعني نوادي بتاعه الغوار او بتاعه اللحم، يعني بيع اللحوم المحرم اكلها، يعني كل هذه الاشياء بالطبع هي غير متوافقه مع يعني الشريعه. ف يعني هنا الحقيقه الموضوع يعني بسيط وسهل. طيب انتبهوا الى شيء، وبالتالي يعني متى يا شباب اسمعوني جيدا تزيد الكفاءة في الأسواق المالية، كلما اقترب الشركة من سعرها أدفت بعيد عليكم الآن السؤال، يلا والله عندي السؤال ما عندي فيه اسمعوني جيدا. نجي الآن إلى ماذا؟ عندما نقول يعني كلما زادت الكفاءة، كلما اقترب الشركة من قيمتها، البطارية ما هي الإجابة الصحيحة؟ نعم القيمه صحيح، يعني قليلا سالتكم نفس السؤال هذا، قبل قليل كنت سالتكم نفس السؤال هذا، فانتبهوا يعني جيدا من هذه الاشياء. السؤال الموالي هو انتبهوا جيدا، السؤال الموالي هو يعني هذا النوع من الصفقه،
صحيحة؟ أي نعم، يعني الحقيقية والعادلة هي تصدق في نفس المجال. هي مجال. بعيد عليكم السؤال. جيد. انتبهوا. هذا النوع من الصفقات. انتبهوا إذن. هذا النوع من الصفقات. الورقة بشكل تسمعوني الحين؟ نعم، شفت الأخت مريم، الأخت مريم ممتاز، الأخت مريم يعني لما نحكي على ظاهرة الاحتكار هذا يطبع إلى النوع القوي وليس النوع الضعيف. هذا يطبع إلى النوع القوي وليس النوع الضعيف. يلا، نخلص بالسؤال هذا. دير بالكم ظاهرة احتكار المعلومات تنشأ عندما يكون يعني في النوع القوي. ديروا بالكم يعني المعلومات الداخلية معي ايش الملل اخذ دلت ايش المشكلة؟ أي واحد منهم نوع يلا بشرح لك ما عندك مشكلة. شفت يعني هذا يقصد شفت يعني بيجيكم من الأخ أخدلي اسمعني جيدا. من المفترض أنه لا يعلموا. يلا شوف ولا واحد الحين يسوي الشات اسمعوني فقط لما قلنا قبل قليل انه هناك ظاهره بتاعت احتكار المعلومات. اول شيء ماذا تعني كفاءه الاسواق الماليه؟ يعني كفاءه الاسواق الماليه انه لا يعلم الغيب الا الله. يعني ايش لا يعلم الغيب الا الله؟ هل والله يستحيل انك تستطيع انك تتنبأ السعر الذي سوف يكون عليه يوم سهم سابق؟ اليوم انت عندك فيه، ولكن بكره والله ناسف يعني ما تستطيع انك تكون لديك ولا اي خلفيه على السعر بكره. طيب الان يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك انك يستحيل اسمعني جدا، يعني انك يستحيل بالمعلومات التاريخيه المتوفره لديك وبالمعلومات المتاحة كذلك الحالية أنك تتغلب على السوق. لماذا؟ لأنه ما شاء الله شركات الاتصالات كلها تمتلك نفس الأدوات وكلها تمتلك نفس مصدر المعلومات. حتى لو كنت أنت كشركة وساطة سوف تقوم بتحليل عين إلا ووجدت شركة وساطة أخرى سوف تقوم بنفس التحليل. ولهذا الكفاءة الأسواق المالية ماذا تعني؟ هناك يعني انتفاء تحقيق أرباح استثنائية بطريقة مالها؟ بطريقة مستمرة. يعني حتى لو ربحت مرة
فاعلمي انه جاء عن طريق الحظ والصدفه وليس عن طريق يعني المهارات التي تملكها تمتلكينها او عن طريق الاجهزه التي يعني تتوفر لديك. الاجهزه المتطوره منها نعم يعني بالضبط الاستاذ احمد القلم الاخير قال انا يعني قرات انا التحليل الفني يعني هناك احتمال ان الاسواق الماليه العالميه او خليج يعني تدخل اخرى في فتره انت كلها نزلت قالوا بقي الآن خلاص ما في مشكلة صار وقف ان شاء الله باذن الله تعالى يعني ما المشكله بعض المصطلحات ان شاء الله الله يبارك فيكم يا نراكم على خير.